هذه حكيت العزلة اللي الناس تحكي عليها راهي هذه شرف لينا، هذا خيارنا احنا كما نقولوا فارزين رواحنا من بقية المشهد. لأنه شو اللي صاير هو اللي صاير انه تعرفوا انتم ايامات الترويكا حصل ما حصل، و2011 تعرفوه، 2014 الهبة الشعبية اللي صارت للبيجي قايد السبسي واللي نادى تونس. علاش؟ لأن البيجي قايد السبسي قال بينا وبين الإخوان المسلمين 14 قرن خذاها من عند الزعيم بورقيبة، وقال خطاني متوازياني وعدة توانسة أنه يخلي تونس البورقيبية الحداثية المدنية، وأنه باش يتصدى للفكر الظلامي والإخوان هذوما والنموذج الداخل علينا وعلى تونس. مشيت معاه الناس الكل بالقوى النسائية شبابية، الناس وقتها نساو خلافاتهم وصوتوا له. شنو اللي صار من بعد؟ صار قال لك لا يلزمنا التوافق، خاطر كي نعملوا التوافق نضمنوا الاستقرار، نعديوا القوانين، البرلمان ما يتعطلش كيما توا هما يحكي، والعصافير تزقزق والشمس في كبد السماء. شنو اللي صار؟ صارت عمليه تخدير جماعيه للشعب التونسي، مما ادى الى التطبيع الواضح مع تنظيم الاخوان، ولاو مقبولين، اعطاهم الاكسجين بعد ما كانوا مخنوقين في اعتصام الرحيل وكانوا باش يرحلوا، لانه معروف الجرائم اللي اقترفت في عهدهم ومعروف الحاضنه السياسيه. مانيش نحكي مع برهان بسيس، معناها مش انا باش نقنعك بشيء هذايا، انت تعرفوا اعطاهم الاكسجين، خذوا 5 سنين راحه، قعدوا يفركوا له في حزبه، للي الحزب قسموها على 4، الكتله قسموها على 10، اللي بيجي قايد السبسي وما ادراك المحنك الداهيه السياسي البرجيبي ال اش قعدوا يقولوا جماعته. تو تشوف سي البيجي ما يوفى الا ما يوفي ما ينهيهم، تو تشوف سي البيجي، شنو صار سي البيجي الله يرحمه؟ تمت عزلته بعد ما شالهم في المؤتمر، بعد ما دافع عليهم في العالم، في الجيسات وجي 8 وجي 20 وجي اللي تحب عليها انت، بعد ما عطاهم التموقع، بعد ما حطهم تحت جناحه، بعد ما لمحهم، بعد ما بيضهم، فركوا له حزبه، عملوا اللي عملوا له في عائلته هكريتو انتم توا شنو اللي صاير، في الاخر يهربوا له بالرئيس الحكومه اللي هو جابه، ويمشيوا عن طريقه هو يعملوا حزب اخر وائتلاف اخر، ويمشيوا يخليوه في عزله. وانا متاكده انه البيجي قاعد السبسي مات بغصته في قلبه، لانه التنكر اللي صار له ولم يقدر، لانك انت تعرف اكثر مني برهان، الاخوان المسلمين معناها في الغدره وفي التكمبين تمد لهم يدك يحطوك في الزرداب، ومن بعد يحرقوك سياسيا واخلاقيا واللي تحب، ويمروا على جثتك الى ما بعد.